تعرف ايه حضرتك عن مرض اسمه الانزلاق الغضروفي؟ الانزلاق الغضروفي ده اكيد بتبقى نتيجة اصابة او واحد عضلات الظهر لما تكون ضعيفة فالعمود الفقري ما بيستحملش، فممكن اي خبطه اي حاجه غلط حركه غلط ممكن تسبب الانزلاق الغضروفي. مرض الانزلاق الغضروفي بسمع عنه يعني حالات كتير، مثلا قرايبي بيجي لهم المرض ده، فطبعا مرض متعب جدا ومن اكثر الامراض اللي بتتعب البني ادم امراض العضل وبالذات الانزلاق الغضروفي ده. مش هعرف ان اذا كان عندي انزلاق غضروفي غير من خلال الدكتور اصلا، يعني انا مثلا انا وقعت رحت للدكتور قال لي عندك انزلاق غضروفي، يعني تبع فقرات الظهر الغضروف بمعنى اصح بيقولوا عليه الغضروف. نعرفه ان الانزلاق الغضروفي ان هو في الظهر، واخد بال حضرتك، والانسان بيبقى ظهره في حاله انحناء وتعب. طبعا انا ما عنديش حاجه زي كده، انما اللي احنا عرفناه ان هو انزلاق غضروفي دي حاجه في الظهر، حاجه في سلسله الظهر، فدي تبقى متعبه. الانزلاق الغضروفي هو مرض بيجي نتيجه المجهودات الشاقه جدا والاحمال اللي الانسان بيشيلها بطريقه غير جيده، فبالتالي بيجي له الانزلاق الغضروفي. ان انا حتى لو جات لي حاجه زي كده اكيد لها درجات، يعني درجه خطوره في الاول خالص تبقى اقل، فطبيعي ان انا اروح لدكتور مثلا واحده واحده اتابع مثلا اشوف ايه اللي بيخليني السبب في كده، وبعد كده لو في تمارين لو في بس تمارين بقى طبعا يعني بطريقه صحيحه. في عندنا مفهوم اللي هو انا عايز مثلا سين عايز اعمل عضلات هشيل يعني اوزان تقيله، طب ما ده غلط. ممكن بدايه يكون مثلا عن طريق العلاج الطبيعي عن طريق التدليك او ما شابه يعني، واذا طبعا التدليك مثلا ما جابش اي نتيجه فبنضطر الذهاب للطبيب المختص. المسكنات والحاجات دي كلها يعني بنضيع وقتنا على الفاضي بصراحه يعني، فخلينا نقعد الواحد يعني ايه نمشي مع الحاجه واحده واحده بحيث ان الواحد ايه يعني يوصل لنتيجه ان هو يطلع من اللي هو فيه بمعنى اصح يعني. انا ما بقيتش موضوع المسكنات دي لسبب واحد. ايه هو المسكنات دي؟ اساسا بتكون ايه؟ عباره عن ايه؟ حقن، والحقن بالذات حقن العظام بتاثر على جميع الجسم، وفي نفس الوقت اللي انا اعرفه انه والعياذ بالله بتجيب فشل كلوي حقن العظام بالذات، لان انا اعرف ناس نفس الوضع جالها وبعد كده ايه جالها فشل كلوي والعياذ بالله. سام حضراتكم تابعتوا معانا، دلوقتي هنتكلم عن مرض الانزلاق الغضروفي، طبعا هنتكلم عنه من ناحيه طبيه، دي كانت اراء الناس في الشارع، انما احنا هنرد على الموضوع بشكل علمي وبشكل طبي، ايه مسبباته وازاي نقدر نتجنبه وكمان طرق العلاج. معانا في الاستوديو منورنا دكتور مجدي جمال استاذ جراحه العمود الفقري، اهلا بحضرتك يا دكتور. صباح الخير. ده راي الناس، هم شايفين ان ممكن تبقى مسببات الانزلاق الغضروفي المجهود الكبير، العمل الشاق، الاحمال الثقيله، ضعف ممكن يكون موجود في العمود الفقري نفسه. الراي العلمي بيقول ايه؟ والله انا عجبني جدا الاراء دي لانها مظبوطه كلها، خصوصا اول واحد اتكلم قال ايه؟ قال ضعف العضلات هو اللي بيعمل الكلام، وده صح 100%. العضلات زي ما قلنا قبل كده كذا مرة، العضلة هي اللي بتحرك العمود الفقري، هي اللي بتمسكه حتى لو مش بتحركه، وهي مش بتتحرك حتى ماسكاه كويس. ضعفت العضلات، الحركة بقت مش منتظمة، بدأت تأثر في المفاصل، عملنا الانزلاق الغضروفي. وبرضو عجبني جدا في واحد قال إن الأدوية بتاعت العظام دي بتعمل كذا، فشل كلوي، ده صح 100%. لأنه بقى سهل قوي أي واحد عنده وجع ينزل الصيدلية راح واخد أدوية مع نفسه ويفضل مكمل ومش من ضمنها الكالسيوم مثلا؟ مش الكالسيوم، هو يقصد المسكنات. طبعا بتبوظ الكلى. ده 100%، وجزء كبير جدا من الناس اللي بتعمل غسيل كلوي لو خدت الهيستوري المرضي بتاعهم هتعرفي انه كان بياخد مسكن بقاله مثلا شهرين ثلاثه كل يوم. ده صح 100%. الاسباب كلها اقدر الخصها في قله الحركه، الأعاد الكتير، يعني الحياة الجديدة بتاعتنا كلنا اللي هي ركوب العربيات في كل المشاوير، قاعدين على الموبايلات طول النهار، طول النهار ماسكين تليفونات طول النهار، بس هي مجرد ان زي الأعاد بشكل خاطئ ممكن يؤدي لده. طبعا يعني مجرد ان انا قاعده غلط مش ببذل مجهود، انما طبعًا. انا قاعده غلط ممكن ان هي تؤدي للانزلاق. ده 100%. لو تاخدي بالك حتى في الشباب دلوقتي تلاقيهم قاعدين نازلين كده بوسطهم في الكراسي وماسكين التليفونات طول الوقت، طبعا ده غلط. طب القعده الصحيحه ازاي؟ القعده الصحيحه زي ما حك قاعده، زي ما انا قاعد ظهري مسنود 90 درجه، مسنود على مخده خلفيه، لو انا قاعد في مكتب احط كرسي صغير تحت بحيث رجليا الاثنين تبقى فوق المكتب الدرج الصغير ده عشان تتني ركبي شويه. لو في لابتوب او كمبيوتر قدامك لازم يكون موازي لنظرك بالظبط، ما تقيش انت باصه فوق ولا باصه لتحت.
كل ساعة اللي قاعد ده لو خصوصا لو وظيفته كده يقوم يلف لفة وحاجات زي كده. امتى المريض يقدر يقول ان هو عنده انزلاق غضروفي او عنده مشكله معينه تستدعي ان هو يروح للطبيب؟ لان حضرتك عارف احنا ممكن نكون بنتعب بنحس بالام، انما ممكن علاجه يكون مسكن. روح العلامات اللي تقول يعني. اولا 90% من الام العمود الفقري او اكثر الام عضلات في الاول، عشان الناس تبقى مرعوبه قوي من كلمه انزلاق غضروفي، بيحسوا ان في مصيبه حصلت، لكن الحكايه مش مصيبه ولا حاجه. هي الاول الالام دي لو انت عالجتيها اول مره مثلا تحصل لواحد الام حاده بالعمود الفقري 90% بتخف في خلال 6 اسابيع، خد علاج او ما خدش علاج. بعد كده الحاجات اللي تلفت النظر، لو بدا الوجع اللي في الظهر يطول عن كده، او بدا ينزل في رجل من الرجلين، بدا يحصل فيه تنميل حرقان من اول فوق لحد الصوابع، بدات رجل تضعف، بدا عدم تحكم في البول مثلا، او زي يجي العيان يقول لك البول بيهرب مني بيسبقني، يعني على ما يروح هو يكون سبقه. دي حاجات متاخره قوي، بس هي في الاول الوجع لو طول عن وقت معين، مثلا اقول مثلا بقاله شهر بيشتكي من وجع، دي حاجه مش طبيعيه. الطبيعي ان الوجع يتحسن مع الادويه في الاول. بدات رجله تنمل، رجله تضعف، بتوجعه من فوق لتحت، ده بيسموه عرق النسا، يقدر يعرف ان ده ممكن يكون انزلاق غضروفي. لو اتلحق بدري السبب هيطلع غالبا ضعف عضلات، لو بدا يقوي عضلاته بدري بدري تقدر تسند العمود الفقري كويس. وتقويه العضلات هنا بتكون علاج طبيعي لكن مش رياضه، يعني ما تكونش بالرياضه. والله انا يعني اللي بيعمل رياضه ومنتظم ومتعود عليها برجع اخليه ينزل تاني، لان جسمه بيبقى متعود على الرياضه. لكن اللي حتى عمره ما لعب رياضه يكفي ينزل يمشي ساعه في اليوم، مش هقول لك بقى تمارين ويروح الجيم، لا مش لازم، بس لو نزل مشي ساعه واحده كل يوم هيتظبط. يعني بمعنى ان عضلات الظهر ممكن يتم تقويتها بالمشي، مش محتاجه تمارين خاصه ليها. المشي ممتاز للعمود الفقري طبعا. لو زود بعض التمارين خفيفه في العلاج الطبيعي ده يعني هيتعلم ازاي قوي بطنه، ازاي يبقى كويس، يعني زود تمرين او اتنين لو هو مش متعود على الرياضه. لكن اللي بيلعب رياضه طول عمره وبيبطل بيحصل له نفس الكلام. ده لو نزل رجع تاني هو جسمه خد على الرياضه بطريقه معينه، وانس نزل تاني هتلاقيه اتظبط على طول. طيب احنا معانا ايمان من اسكندريه. ايمان صباح الخير، اتفضلي. على حضرتك. صباح الخير يا دكتور. اهلا صباح النور. لو سمحت يا دكتور، انا عندي ابني عنده 25 سنه، هو طوله 193 ووزنه 114، وكان هو يعني وهو صغير كان بيلعب مصارع روماني، وتقريبا عمل حركه غلط، يعني احنا ما عرفناش الموضوع ده الا بعد، يعني هو في سنه دلوقتي اشتكى جامد قوي من ظهره، ولما رحنا عند الدكتور وعملنا الاشعاعات المطلوبه والرنين، فالدكتور قال عنده فقرتين فيهم انزلاق، والفقره الثالثه العجزيه فيها شرخ. ايوه. يعني هو اشتكى من الموضوع ده يمكن بقاله فتره صغيره، بس زاد قوي الالم لدرجه انه مره راح الشغل ونام في الشغل في سفر، يعني لحد ما جابوه هو كان تعبان قوي. بس فلما رحنا للدكتور واحد، دكتور قال محتاج علاج طبيعي، ولما رحنا للدكتور تاني عشان هو كان مسافر فكان لازم نحل الموضوع بسرعه، نجيب له دواء نبعته له يشتريه من البلد اللي هو كان فيها، فقالوا لنا ان هو قال الدكتور التاني ده واحنا بنساله قال لا مش محتاج علاج طبيعي، فواحد قال وواحد قال لا. فانا عايزه حضرتك بس تفيدني، هو انا مش عارفه يعني هو المفترض يعمل ولا ما يعملش؟ انا سامعه لسه حضرتك دلوقتي بتقولي ماشي. حاجه ثانيه انا عايزاكم بس تنوهوا يا ريت كل المدربين او اللي بيبقوا في صالات الجيم اللي بيأذوا حد زي ابني ده، لان الدكتور لما جاء لما رحنا له قال ده عنده الانزلاق ده نتيجه حركه غلط كانت مثلا من فتره طويله، يعني الموضوع مش فالحاجه الوحيده اللي حصلت كونه ان هو لعب مصارع روماني وهو في سن اصغر من كده. طيب الدكتور هيرد على حضرتك، ممكن بس ناخد تليفون تاني وبعدين نرد على الاثنين. استاذه سحر من بورسعيد. سحر صباح الخير. صباح النور. اتفضلي. انا بس حبيت اصبح على الدكتور. صباح النور. صباح الخير يا دكتور. انا كنت عملت عمليه عند حضرتك من سنتين. تمام. عملت عمليه عند حضرتك من سنتين وبتصبح عليك والحمد لله انا كويسه، بس انا عايزه دكتور ابتديت احس دلوقتي بالام شويه في ظهري تاني. حضرتك فاكر الحاله؟ لا مش فاكر. فاكر ايه الحاله كانت ايه؟ كان ازاله غضروف. تمام. ازاله غضروف وبدات تتعب تاني دلوقتي. لا يعني ابتديت احس شويه الام في ظهري تاني، يعني ظهر بس ولا رجل؟ والدنيا برضو يعني بقيت اعمل اشيل اوزان كتير وكده، يعني الظهر بس ولا بدا ينزل في رجلك؟
لا رجلي زي لا الحمد لله كويسه الحمد لله. طب كويس كويس. حضرتك بتقولي بداتي تشيلي اوزان تاني. يعني ابتديت شويه يعني. تتعاملي بقى في الحياه عادي. ابتديت اتفاعل مع الحياه يعني. طيب حضرتك عايز تسالي عن حاجه؟ لا انا شكرا. طيب انا شكرا لك. شكرا يا فندم. طب خلينا نرد على سحر الاول. اوكي. الانزلاق الغضروفي احنا بنعمل عمليه للمريض لما الغضروف بيتحرك من مكانه ويضغط على العصب فينزل في الرجل الوجع. معناه ان العصب اللي نازل من العمود الفقري اللي نازل على الرجلين مضغوط فلازم الجزء اللي برز ده يتشال. ساعتها الرجل تخف خالص والحمد لله ان هي ما زالت رجليها سليمه لحد دلوقتي. ولكن لازم هي اكيد عارفه الكلام ده طبعا احنا اكيد قلناه. لما الغضروف ده بيطق منه حته بتطلع بره ما عادش زي الاول خلاص. اللي جوه ده خرج بره. أيوة. فبقى الغضروف مش زي زمان حاكم نفسه وحاكم الفقرات. فطبيعي انه مع الوقت هتبدا ينزل يهبط 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 شويه. فدايما بنقول ناخد بالنا كويس جدا من عضلات العمود الفقري بعد العمليه. الرجل خلاص فكت الحمد لله، ولكن ميكانيكالي كده من الناحيه الميكانيكيه الفقرات دي ما عادتش زي الاول. يبقى لازم اقويها والا هبدا يجي لي الام في العمود الفقري زيها بالظبط. تمام. يبقى من باب اولى اعمل تمرينات تقويات مش اشيل حاجات تقيله. هي مش ناقصه الحكايه يعني، يا دوب احنا عاوزين نحافظ على الحاجه دي. دي مهمه جدا. واتفر بقى عملنا العمليه دي بالمنظار او غير المنظار، المرض نفسه اوريدي حصل والغضروف خرج من مكانه وساب مكان فاضي، بدات الفقرات تلعب شويه. دي تمام. بالنسبه للحاله الثانيه. والحاله الاولانيه اللي كان لعب اللي هي مدام ايمان. اولا المصارعه والحاجات العنيفه دي طبعا وارد جدا جدا انه اكيد عمل حاجه عنيفه وهو بيتحرك وهو بيلعب، بس اثرها تبان بعد سنين. تبان طبعا. النقطه اللي هي قالتها مهمه قوي، المفروض لو في جيم او في حد يعني متخصص بيكون يدارس حاجه زي كده ويبقى عارف يعني ايه اجهاد على العضلات، يعني ايه حركه غلط، يعني ايه يقوي العضله مش يعمل مشكله لحد. ودي في بعض الاماكن بتبقى كده صراحه، يعني واحد مش متخصص قوي واخدها بالخبره كده وفي العاده ممكن يحصل منه حاجه زي ما هي قالت بالظبط. بس الاماكن الكويسه اللي هي محترفين فيها بيبقوا فاهمين كويس قوي ازاي العضله يحافظ عليها وازاي يقويها. فطبعا ما حدش يروح يتدرب مع حد ما عندوش فكره عن الموضوع لانه هيتاذي اكيد، خصوصا في الاوزان الثقيله. طب هي دلوقتي تعمل ايه؟ يعني هي بتشتكي ان هي بتقول ان في حد قال لها اعملي علاج طبيعي وحد ما قالهاش. انا طبعا ما اعرفش الحاله بس على قد الشرح بتاعها ان في شرخ خلقي في الفقره الاخيره، فالفقره دي بتلعب شويه متحركه. أيوة. ودي غالبا موجوده عنده من صغره ما بتبانش، بتبقى فقره فيها شرخ خلقي فالفقره دي مش متصله بالفقره اللي بعدها فبتتهز شويه. أيوة. طول ما الواحد صغير وجسمه قوي وعضلاته قويه خصوصا بيلعب رياضه ومحافظ ما بيتبانش. على 20 25 30 يبدا الغضروف اللي هو شايل كل الحمل مكان الشرخ، ما هو الشرخ ده كان ليه دور العظمه اللي هو برضو عنده يعني عنده انزلاق في فقرتين كمان بالظبط كده. فبدا يظهر من كتر العنف بتاع الرياضه دي ظهرت. أيوة. عمل اشعه اكتشف ان في شرخ افتكروا من غالبا يعني افتكروا من الرياضه والعنف وكده، لا هي موجوده بس هو قرص عليها. برضو للمره العشرة 90% من الحاجات دي بتتعالج بالعلاج الطبيعي وتقليل الوزن والرياضه تاني و و و مش الرياضه العنيفه دي يعني. أيوة. يكفي برضو المشي والعلاج الطبيعي، لكن العلاج الطبيعي من المؤكد انه مفيد. أيوة. يعني ما يعملش حاجه خالص دي مش ماشي. ازاي ما يعملش حاجه خالص؟ ازاي طب عنده مشكله لازم في سبب. بتنصحه بعلاج طبيعي؟ طبعا. طيب خلينا نشوف استاذ خيري من القاهره. استاذ خيري صباح الخير. السلام عليكم يا فندم. عليكم السلام ورحمه الله. اتفضل. صباح الخير يا دكتور وصباح عليكم جميعا. اهلا بحضرتك. اتفضل. حضرتك انا كان عندي فقرات في الرقبه فدي بقى لها فتره طويله، فانا من فتره قريبه بيجيني دوخه كده يعني الدوخه ديت هل مش عارف يعني يعني ما بين دكاتره بيقولوا لي دي اذن وسطى واروح اكشف واخد علاج ومفيش فايده، وفي دكاتره ثانيه تقول لا دي من الدوخه دي من العنق نفسه من الفقرات دي. فانا كنت بستاذن دكتور يعني هل فعلا الدوخه لها ارتباط بالفقرات اللي هي بتاعت الرقبه ولا ملهاش يعني علاقه بيها؟ ممكن يكون ليها علاقه يا دكتور؟ طبعا ليها. اول حاجه لو في دوخه باستمرار انا شخصيا بخلي المريض يشوف دكتور اعصاب باطني الاول، اطمن ان مفيش اي حاجه ليها علاقه بالمخ تكون واحنا ماشيين في اتجاه تاني. تمام. لو مفيش الرقبه بتعمل طبعا دوخه، دي بتعمل اكتر من كده كمان، تخلص عضلات الرقبه سخيف قوي الى درجه انه مش يعمل دوخه وبس، ده ساعات يعمل وجع في الصدر هنا. والمريض يفتكر ان عنده ازمه قلبيه. طبعا. ويروح المستشفى وفي الطوارئ خوفا من انها تطلع ازمه قلبيه بجد ممكن يدخل رعايه القلب. يدخل رعايه القلب.
لحد ما يطمنوا ان القلب كمان سليم. فهي عضلات الرقبه دي من السخافه انها تلخبط فعلا، فلا تعمل دوخه وتعمل زغلله وتعمل صداع فظيع وساعات تسمع لحد قدام هنا في الوش. فهو لازم يطمن الاول على ان المخ تمام، بعد كده ان المخ سليم، مفيش حاجه ليها علاقه بالدوخه دي ليها علاقه بالمخ. ونفكر بقى في الرقبه، اللي بيحصل المشكله دي بتحصل من الرقبه لان الشرايين اللي بتطلع للمخ بتمشي جوه عظم الرقبه نفسه. يعني مش جنبها، جوه العظم، جوه الفقره، ليها طنل معين والشريان بيعدي جواه كده. لو حصل اي نتوءات عظميه هنا او هزه بسيطه بتخلي الدم اللي رايح فوق يقل، فبيحس بدوخه مع حركه رقبته طبعا. احنا معانا كمان مرام، اتفضلي. صباح الخير. اتفضلي. صباح النور. اتفضلي بس علي صوتك شوية. احنا معاكي. ممكن اكلم الدكتور؟ اتفضلي بس بسرعة عشان الوقت لو سمحتي. طيب احنا فقدنا الاتصال. طيب نصايح اخيره يا دكتور عشان نتجنب ده، وبرده تطمينات في حاله لا قدر الله ان ده حصل برده سريعا ممكن يبقى. اول حاجه نطمن الناس انه مفيش حاجه اسمها رعب من الانزلاق الغضروفي خالص، ولا ان واحد يبقى جايب الرنين وبيقول لك اهو. اولا لو انا جبت 100 شخص يعني لا يعاني من الام العمود الفقري ماشيين بالصدفه كده، وخدت ال 100 دول عملت لهم رنين مغناطيسي، هيطلع 30 واحد شكل الغضروف مش كويس في الرنين. الله يطمنك يا دكتور. ده 30 يعني 30% من اشعات الرنين بتظهر حاجه في الشخص العادي هي ليس لها علاقه بيه خالص، فما نقلقش قوي كده. الحاجه اللي تخوفك ان هو يبقى عارف ويسيب الموضوع، طب ما هيزيد. لو الموضوع اتلحق بدري وغضروف بدا يظهر، ده ممكن يعيش بيه 100 سنه بس يحافظ على العضلات، يعمل تقويات، يعمل علاج طبيعي، فدي مش حاجه مرعبه قوي زي ما الناس مفيش تخوف ان الرياضه تجيب نتيجه عكسيه؟ بالعكس، لو حاجه لا ازاي؟ يعني انا لما اقوي العضلات هتسند. لو سبت العمود الفقري مريح خالص، المهم التمارين تبقى صحيحه، اهم حاجه تبقى حاجه صح. زي ما قلنا حد محترف يعملها له. تمام، ودي اهم حاجه، دي اهم حاجه الرياضه. طيب تمام، بشكر حضرتك جدا، نورتنا دكتور مجدي جمال استاذ جراحه العمود الفقري، شكرا جزيلا لحضرتك. ومشاهدينا بكده وصلنا لختام حلقتنا النهارده، ان شاء الله من بكره ولغايه اخر الاسبوع هنكون مع حضراتكم من شرم الشيخ لنقل فعاليات منتدى الشباب العالمي بشرم الشيخ، كلها تبدا فعالياته بكره ان شاء الله. شكرا ليكم وان شاء الله نشوفكم على خير.